عليكم السلام دكتور. اليوم إن شاء الله نكمل موضوع الشير ونبدأ بحلول الأسئلة في نهاية الشابتر. بالنسبة للامتحان الفصلي، يعني وايد راسلونا إنه إعادة مسألة إعادة الامتحان الفصلي بعد صعبة، يعني أولا ماكو وقت، وبعدين حتى لو تنعاد بعد راح تخبصكم وانت ما قعدكم وقت قليل، يعني لازم الاتفاق اسويه الكل، يعني الشعب كلها، فصعبة هاي مال الإعادة مال امتحان فصلي. عموما هو ترى يعني مو نهاية الطريق، يعني هو جزء من الدرجة. قدر اكو جزء اكو قسم صار عندهم شوية خربطة، جزء صار عندهم امور هواية، بس هو جزء من درجة. يعني بعد عندكم كويزات، عندكم تقارير، عندكم حضور، عندكم مختبر، عندكم مشاركات، يعني غيابات، هذه كلها أمور بعدين تتوزع عليها الدرجة. يعني فهي مو نهاية الطريق، يعني سويتوها ظلمة فد مرة، صح هو واحد يضوج من ما جاوب، بس يعني عموما هي أكو بعد هواية دروب نتلمون بها الدرجة، ما انتهت الموضوع. بس الشغلة اللي أرد يعني استفسر عليها وأنا متعجب، أولا يعني الأسئلة جت نصا تقريبا من المحاضرات ومن الأسئلة المحلولة عندكم، سواء موضوع التو دايمنشن، سؤال يعني حالي من قبل الواجبات، وأنا معطيكم على الفاكتور اوف سيفتي نفسه، يمكن حل لكم، نزلت لكم سؤالين أنا حالهم بيدي بالنسبة للتو دايمنشن. بالنسبة للموضوع سؤال الكونسوليديشن يمكن نفس اللي جبت لكم إياه ثاني مرة. يعني وين بيصير الخلل؟ يعني انتم تستعجلون لو ماذا تقرون زين، لو لا تنخبصون، ما اعرف يعني. اسمع منكم شوية يعني قبل ما ندخل دكتور بالموضوع. الأسئلة سهلة بس الوقت الفورمة هي شاط بها مشكلة. الفورما يعني احنا اني مثلا بالبداية 5 دقائق وبعدين الكل قالت انفتحت. دكتور ما أدري، أنا عن نفسي بصراحة ما وصلتني أنا أبدا. شوم زين ما يخالف، قال لي ما وصلت، يقول لي يعني ورا ساعة انفتحت عندي. احنا قاعدين 3 اساتذة، كان اي دكتور رسالة ما المشكلة إنه النت ما عندي، يعني ما أقدر حتى أدخل للميز. شنو النت ما يعني هي عندي؟ كانت يعني مشكلة إنه كهرباء ما عدي ونت ماكو، يعني صارت بعد. رسالة على التليجرام، يعني اي مسألة تواصل كان واحد يبلغنا، ممكن نتلافى الموضوع. صحيح دكتور، بس هو يمكن يعني واحد يرتبك أو يعني ما يعرف يتصل معك. يعني احنا بالامتحانات النهائية وطالب مرات صارت العام طلاب ما يقدرون ما توصلهم، دزينا لهم اياها على التليجرام. يعني مهم بأي طريقة احنا نتواصل وياهم، يعني ما حد نطانا خبر انه اني ما انفتحت عندي ولا صار عندي مشكلة بالنت. من هيك اكو مشكلة غير تعطونا خبر واني قاعد مثلا. هذه مشكلة النت، والله ما صارت يخالف. يلا إن شاء الله بعد ما تتكرر. يلا احنا إن شاء الله الأسبوع، يعني اليوم مباشر نكمل حل الأسئلة من موضوع الشير. وأنا سبق أن قلت لكم يعني حتى قبل الامتحان الفصلي قلت لكم ضبطوا الأسئلة اللي إذا نحلها، كلها جت من الأسئلة اللي إذا نحلها، ما جبنا لكم شيء خارجي. دكتور شوي انخبصنا، لان دبي دائما فتحت الفورمة فيعني والله انخبصنا. والله ذبحتونا فتح الفورمة، مو فتحت ورا 5 دقائق ما يخالف. ايه هو يعني هي الخوف مال ما انفتحت، يعني ما تقدر نحل بعد، يعني ما نقدر نحل. راح طارت الافكار كان من عندك يعني؟ يعني هيجي لا غيرها يعني ما يخالف اسموها يعني. دكتور عادي، يعني احنا مو من النوع مثلا نحب الاعذار او ما راح لا لا مثلا والله لا ننطي لا لا اعذار، يعني صارت بعد. لا مو يعني الشغل انه حتى موضوع الكونسوليديشن
بس يعني الكوز الثاني هم فد مثال هو مكرر عندكم وهم فيها اغلاط، فشويه ضبطوا اموركم هسه. ما يخاف من اقول لكم يعني ماكو شيء هسه بعد ما خلصت الموضوع على امتحان نهائي ان شاء الله، هم هاي الاسئله يعني اللي دا نحل لكم اياها، ولا هاي ارجو انه واحد تركزون عليها. واضح؟ ان شاء الله هالاسبوع احنا مثل ما قلنا هسه احنا بقى لنا اخر موضوع شير. شير يعني ان شاء الله هاليوم باكر نحاول نحل قدر الامكان الاسئله. هاي الاسئله اللي راح نحلها بنهايه الشابتر، وعدكم بالامثله المحلوله مال النهايه بال 30 سؤال بيها. فيها بعد خمس ست اسئله هوايه حلوه على موضوع الشير. ان شاء الله اذا لحقنا ان شاء الله يعني باكر هم نتطرق لها. يبقى الاسبوع الجاي يعني نحاول التقارير اذا قدرنا، وراح اضيف هم عندكم عطله يمكن الاسبوع الجاي مو لو ثلاثة لو أربعة مو لو أربعة عطلة يمكن عادي إذا استمر. نعم هو يمكن ما يطول يا عطلة ترى عطلة ما عايش 14 تموز الثورة لا لا ينطوها السنوات السابقة كلها ينطوها 14 تموز كان صادف فيها أساسا بالعطلة. لا لا هي 14 تموز ثبتوها عطلة، 17 راحت دكتور 14 14 تموز بعد السبت لا يا سبت بس احنا اليوم 6 باكر 7 يعني أربعاء الأخ ايدي 14 يسار أربعاء الأخ اي طلعت طلعتي 17 انت مو 14 لا طلعت مو الشهر الثامن هاي ما شاء الله ان شاء الله نشوف اذا هاي. بالنسبه للتقارير يعني انا مو قلت لكم تقارير لا تتكرر لا مجموعتين ثلاثه تاخذ نفس الموضوع يعني اسبوع اليوم انا بالتقارير باح اليوم نبدأ اليوم حل أسئلة الشير. وين أدلتكم المحاضرة مو؟ يا دكتور السؤال الأول ماذا يقول دالك شير تيست بوكس conducted on sample of sand ورجاء من الشير من البداية كلها تحط هنت يعني متى قرأ السؤال ثبت يابا أول شيء نوع الفحص شنو دالك شير ثاني شيء نوع التربه شنو هي؟ نادي يقول لك ساند. فراسا من بداية تثبت الاسماء حتى تعرف شنو بالنسبه للساند ايش راح يفرق لك يعني اذا قلنا ساند. انا قيمة السي قيمه السي راسا تصفر حتى تعرف والفحص هو شير. فراسا هاي من البدايه انت من تثبت تعطي هنت تثبت النقاط الرئيسيه بالبدايه من السؤال ما تنخبص ما صار عندك غلط. اول شيء عندك دايركت شير. اللي هي المعادله مالتنا اللي عامه اللي هي تاو يساوي لنا سي زائد سيجما ان تانجنت فاي. بما انه ده يعطيك انه التربه رمليه فالسي راسا صفر. يبقى الترم الثاني هو الموجود. ماذا يقول ان دارك شير وسويناه على الرمل. Give the following observation at the time of failure. بالفيلير طالع منطيك النورمال ستريس سيجما بالفيلير. المطلب الاول يعني راح يصير عندك مجهول واحد، راح اطبق عندك المعادله، خلينا نطلع الحل وين.
هذا الحل عندنا مع السؤال الأول. المطلب الأول هاي المعادلة العامة اللي هي الجنرال إكويشن طلعت عندكم، والحل مال السؤال على الشاشة. اي دكتور، هاي المعادلة الجنرال إكويشن مالتنا. السي راح يروح طبعا للانتور باراملية شير سترينث ات فيلير. بدي اقول لك الشير ستريس ومطيك النورمال ستريس ات فيلير، يعني هذا السترينث مال التربه. فمطيك الاس ومطينا السيجما ان، فالمجهول الوحيد راح يكون عندنا هو فاي. راح نستخرج فاي من هذه المعادله الاولى. هذا هو الفرع الاول. الفرع الثاني مطلوب الثاني بدأ يريد يقول، يقول magnitude and direction magnitude and direction of principal stress in the zone of failure. احنا قلنا شنو الزون؟ من يقول الzone of failure؟ من يريد المطالب مالته؟ من يقول لك بالzone of failure؟ هذا شنو الzone of failure؟ شنو الzone of failure؟ عارف أو جسامو يا إيه؟ هذا جسام. تسمعوني ولا لا؟ إيه دكتور سمعني. نعم دكتور نسمع. ما موجود حارف؟ زون اوف فيلير منو حرف ليها؟ نرجع مرتبة عالية. زون اوف فيلير قلنا من يريد؟ اي نعم دكتور. نريد ارقام. الزون من يريد الزون؟ من يريد الزون اوف فيلير؟ احنا في منطقة الثيتا، يعني اريد سيجما ثيتا واريد تاو ثيتا. من يقول لك هاي سجلوها وتحفظوها بعد حتى لا تغلط ابني. هاي من يقول لك الماجنتيود اند دايركشن؟ من يقول لك اريده بالزون اوف فيلير؟ يعني اريد السيجما ثيتا والتاو ثيتا. والثيتا ايش قد مقدارها؟ هي 45 زائد فاي على 2. فهذه بعد تحطوها ببالكم. هاي الاسئله ترى بعد هي مراجعه راح يكون عندنا، ومرت الاخضر ركز على افكار مرت لك اللي هي ماشيه. بس المطلب الثاني دليل عندك الستريسز بالزون اوف فيلير. الزون اوف فيلير هو اللي يكون على زاويه ثيتا. احنا قلنا عندنا ثيتا اللي هي صار بها زاويه الفشل، وعندنا الفاي. فاي هي زاويه الاحتكاك الداخلي انترنال فريكشن، والثيتا اللي هي صار عندنا مقدار الفشل بها، يعني القص بالنموذج يصير بزاويه ثيتا. دكتور بس عفو اسمعني. نعم دكتور انا حارض صحت لي. اي وين بعد وقت وينك دكتور؟ والله ما اعرف مايك دا اقول لك نعم بس المايك ما اعرف اسال من التليفون. يلا فبالنسبه لنا سيجما ثيتا وتاو ثيتا، هاي مجرد تطبيق قانون. راح يكون عندنا تطبيق سيجما ثيتا، ثيتا تحددها عندك مقدار الفاي استخرجناها من المعادله الاولى من المطلب الاول، نعوضها ونستخرج قيمه الفاي. قيمه فاي هي 60 زائد 60 عفوا 0.5 for the direction of major principle. راح يجي هسه يطبق عندنا سيجما ثيتا و تاو ثيتا من المعادلتين عندنا مجهولين. راح يستخرج عندك مطالب هذه اللي راح يستخرج سيجما 1 و سيجما 3. المطلب الثالث يريد الماجنتيود او ماكسيموم ديفيتر ستريس اوف سامبل اوف ذا سيم ساند و ذا سيم فويد ريشيو. يعني يقول لك هذا انا هسه نفس الرمل. يقول لك نفس الرمل يعني هذه الفاي تستعملها نفسها. احنا قلنا هي
يعني منطقيا ماكو عندي يعني من اجي اعاني. المفروض نظريا السي والفاي اذا استخرجتها من اي فحص من الشير المفروض هي تبقى، يعني خاصيه التربه ما تتغير، بس احنا طبعا هي ماكو هيك شيء، اكو اختلافات يصير من فحص لفحص، بس احنا حسابيا نظريا من استخرج الفاي او السي فاي من فحص وجيت هسه سويتها فحص لاخ من فحوص الشير المفروض نفس الفاي ونفس السي تبقى. هو هسه المطلب الثالث نادى يقول انا اخذت نفس النموذج نفس الرمل نفس الفويد ريشيو يعني نفس الفاير راح تبقى، واخذته سويت له اخذت هذا النموذج مال الرمل بنفس الفويد ريشيو ويعني سويت له فحص اليو يو تيست، فحص اليو يو تيست اللي هو انكونسوليديتد ان درين تيست. اليو يو تيست يصير بي درينج للمي ولا لا؟ بعد ما يصير بيدرانج. شو وقت يعني من البداية لو من النص لو شو وقت عندنا اليويو تيست قلنا؟ من البداية اليويو تيست هو قلنا احنا كل حروف وهو عن كونسول من البداية. اليويو تيست احنا من البداية سادين الفالف، فعندك ميزة اليويو تيست انه من البداية انا الفالف عندي مسدود، فيقول لك هسه نفس النموذج جيت انا اخذته وفحص اليو تيست وسلطت عليه سيل بريشر او هنا ده يقول لك اول اراوند بريشر اللي هو شنو، هاي كلها تسميات لسيجما 3. سيل بريشر هو اللي قلنا نسلط الضغط المي اللي نسميه سيجما 3، نعطيك هنا سيجما 3 مقدارها 0.6 كيلوغرام على سنتيمتر مربع. يريد الديفياتر ستريس يعني نطلع، هو مطيق سيجما 3 يريدك تطلع سيجما 1 وبعدين نطرح سيجما 1 مع ناس سيجما 3. فعندنا احنا قلنا هذا الجنرال اكويشن مالنا تكتبها بدلاله التانجنت هذه المعادله او بدلاله الساين فاي مثل ما اشتقيناه وسويناه بالهوم ورك، ما يفرق الاثنين نفس الشيء. هذا الجنرال اكويشن مالتنا إن بما أنه النموذج ماتي رمل راح يروح عندي الـ C ويبقى عندي الترم الأول فقط الفاي معلومة وهو مطيني سيجما 3. تعملنا الفاي هنا هي نفس اللي طلعناها من الدايركت شير، قلنا يعني أي تعملتها بالدايركت شير طلعتها، لو نطلع أيضا سي هم كان استعمل السي وفاي نفسها من اي فحص استعملها بالفحص الاخر. استعملنا السلفاي الموجوده هنا وطلعنا سيجما 1 سيجما 3 معلومه، فاطلع الديفياتر ستريس. الديفياتر ستريس هو سيجما 1 ماينص سيجما 3. هذه المصطلحات حفظوها. هذا السؤال مفهوم دكتور؟ نعم. هو يعني الآن قال بالسؤال ساند الترم الأول صفر؟ اي طبعا الساند ما عندي سي صفر. زين دكتور لو نطلع عن السي بالمطلب الأول بالمطلب الثالث تبقى سي صفر؟ لا ليش؟ فرضا يعني فرضا النموذج هو لو مو ساند لو كلي إلا إذا يتغير النموذج قصدي، بس إذا استخدم مثلا الغير نموذج يعني إذا بالمطلب الأول غير الساند وبالمطلب الثالث الساند تختلف يعني تبقى السي صفر. لا مو بس أمير عيني أنا هو ده يقول لك هو نفس ال ما يصير يقول لك أنا يعني بالفحص ما يصير يسوي فحص على ساند وبعدين يقول لك هاي الباراميترز استعملها والله أخذت كلي. هو نفس النموذج يستعملها في فحوص متعددة. ها يعني ما يقدر يعطيني نموذجين؟ لا لا لأن راح تتغير ما أقدر. هسه لو هو ليش قال لك نفس الفويد ريشيو بالسؤال؟ قال لك اذا هو بالمطلب الثالث اذا تنتبه قال لك if the same sand with the same void ratio. ليش هاي التعبير مال void ratio؟ متى تغير الفويد ريشيو؟ راح تتغير الفاي زاويه الاحتكاك تتغير، كل ما عندي تغير الفويد ريشيو تاثر على الفاي، ولذلك يعني يقول لك
same sign or the same void ratio استعملتها في فحص الـ UU test. واضح؟ نعم دكتور واضح شكرا. السؤال الأول واضح بالنسبة لكم؟ نعبر على الثاني؟ أي نعم دكتور. السؤال الثاني ما يقول قد عند هذا النتائج the following results were obtained from undrained shear box test on sample of silty clay. نا عندك نموذج clay silty clay. شنو الرمز مال silty clay؟ نسيتوها؟ شنو الرمز مال silty clay؟ دكتور قصدك التسمية ماكو؟ نعم دكتور اسأل تصنيف ما تبي التصنيف ولا كلاسيفيكيشن؟ نفس إذا أقول لك سيلتي كلي ها؟ S-C الاس شنو رمزها؟ السيلت ام السيلت ام سي ام دكتور أو ام سي ام سي زين حتى لا تنسوها. أندرين شير بوكس سويناه على فحص على سلتك لي. سوي لك عدة ثلاث فحوص مسوي. وإحنا قلنا بالشير بوكس أحتاج ثلاث فحوص حتى أرسم الخط. ثلاث نقاط أحتاج حتى يرسم عندي الخط. وأقدر بس هنا السؤال هنا ليش ده يقول هنا undrained shear box؟ يعني هو الشير احنا قلنا انا ما اقدر اسوي بي undrained ويا نعم دكتور كم ده يحصل على undrained shear box يعني دكتور اذا كان الفوض مسدود يقدر نسيب ال يا فوق الفوضة كان فتحة مسدودة نقدر نحسب الشير مالتها. اي هو هذا قصدك بالسؤال لو شلون دكتور عيدة شلون يحصل undrained shear test بالفحص الدايركت شير دكتور نسلط قوة ونخلي الفتحة مسدودة ونطلع القيم مالتها مستحلة والله ما اعرف يعني اذا نتناقش Yeah. حكيناها ايش كم مره هاي النقطه ديش مره والدرس القبله شلون نحصل على undrained يعني فحص الدايركت شير احنا قلنا ما نقدر احنا نتحكم بالسد الفالفات يعني ما عندي فالف اسده وافتحه دكتور لما يزيد الضغط وتزيد السرعه لما نزيد السرعه تربو كلاي وش اسمه تربو كلاي سريع زي السرعة والتربة كلها هو تكون تربة طينية وتزيد السرعة هو هسه عندنا تربة طينية فبدي اقول لك انا سويت فحص undrained فيعني انا لما عندي تربة طينية وازيد الريت مال السرعة السرعة عندي فراح احصل على فحص undrained فحص الدايركت شير انا ما عندي فالفات اسدها وافتحها وانما من السرعة اقدر اسلط واتحكم بالريت أسعدنا إحنا المطلب هذا find the shear strength أول مطلب يقول أريد the shear strength parameters the shear strength parameters قلنا هي شنو هي C والفاي هاي سجل أمك shear strength parameters هي C والفاي هنا بالسؤال مطينا عندنا كتلات قيم للنورمال ستريس والشير سترينث عندنا الجنرال اكويشن مالتي اطبقها هسه احتاج اني مثل ما انه عندي ما عندي هسه مجاهيل عندي مجهولين فاصلت عندك حتى نحقق هذه النتيجه راح استعمل مثل ما تشوف هنا هذه الجنرال اكويشن مالتي هو ده يريد السي وده يريد الفاي
عندي قيم مال داو، عندي مال شير، وعندي مال نورمال ستريس مال تجربتين. انت تريد تاخذ اي اثنين، اي اثنين تقدر تاخذ، تقدر تاخذ الاولى والثانيه، الاولى والثالثه، الثانيه والثالثه. المهم تسوي لي معادلتين، نخلق معادلتين ومجهولين نحلها ونستخرج قيم السي والفاي مثل ما تشوف. فهذه عندك معادلتين اخذوا اي معادلتين قلت لكم، اي نقطتين تاخذوها تسوي منها معادلتين ومجهولين، طلع عندي سي وطلع عندنا الفاي. من طلعنا هسه السي والفاي، هذا هسه تكمل اللي حكينا هسه قبل شويه. سألني امير هسه طلعنا السي والفاي من الدايركشن. اذا هسه سوينا نفس النموذج، اخذت هذا الطين وسله فحص بالفحص سي دي، فحص سي يو، فحص يو يو تيست ان كونفاين، هو نفس السي ونفس الفاي، استعملها لما نحتاجها لان هو نفس النوع مال الطين. نادى يقول لك ذا سيم، النقطه الثانيه of the same soil sample. دكتور حتى إذا ما ذكر لي the same sand استخدمها نفسها؟ هو ما يقدر يقول، ما نقدر نشتغل إذا مو the same sand. يعني إذا مختلف لازم أطلع سي وفايل أخ. ما ممكن أنا. يعني ما تنحل السؤال إذا أنا مو نفس المادة. حتى تبقى عندي نفس ال شير سترينث باراميترز. ماشي امير؟ تمام دكتور. يعني انا جبت هسه طلعه من الشيء وجبت لك، قلت لك كليلاخ مختلف، غير لازم اطلع مرتب السي والفاي مالته. اي نعم دكتور. شو استفادين بعد من الفحص الاول؟ ما استفادت شيء. هو لازم اطلع السي والفاي. هو نفس النموذج انا اكرره. هسه اقول لك نفس النموذج was tested in، هذا نفس اللي فحصناه بالدايركت شير، فحصناه بالانكونفايند كومبريشن تيست. What would be the value of the major principal stress at failure؟ نا يقول لك نفس النموذج انا حتى وفحصته بالانكونفايند، شو اريد الميجر برنسبل ستريس في هذا الفحص؟ شنو ميزة الـ unconfined؟ احنا قلنا سيجما 3 صفر، سيجما 3 يساوي لنا صفر. وبالتالي عندك راح يكون عندي التطبيق هذا الجنرال اكويشن، ما عندنا راح نطفر هسه على هذا، راح نجي هسه هنا هذا الجنرال اكويشن اللي سوينا هذا هسه، اخذنا النموذج هذا وسوينا هسه التست الثاني هو unconfined. هذه تكتب الجنرال اكويشن مالتك مثل بالسؤال الاول، صفرنا الترم الثاني لانه السي كان صفر عندي رمض. هسه هنا عندك الفحص هو unconfined، بما انه unconfined عندك السيجما 3 يساوي لنا صفر، فالترم الاول راح يروح عندك، راح يبقى عندي المعادله هي سيجما 1، راح اعوض عندي هي 2c tangent 45 زائد فاعل السي معلوم جبناها من الفحص الاول هنا عوضناها وطلع عندي السيجما 1 at failure. هذه قيمة السيجما 1. واضح؟ واضح انت. السيجما 1 سميناها بالفحص مال unconfined. شو تمثل لي؟ اسم الكيو، الكيو اللي نسميها unconfined compressive strength. هذه المصطلح دنباكم سجلوها هذا نحكي الكيو هي سيجما 1 فحص unconfined، هي unconfined compressive strength. علاقتها بالسي شنو؟ الكيو يوبنا والسي شنو علاقه الكيو بالسي؟ نرجع كيو على اثنين، سي يساوي كيو على اثنين. الكيو هي الفحص الانكونفايند هي الدايميتر، والسي هي نصف القطر. هذا حيكون عندنا كلها مراجعه لهذا الموضوع اليوم حل، وبالسايد دا احكي رجاء ثبتوها وتركزون عليها، ترى يعني كلها اساسيات موضوع الشير حتى بعدين لا تغلط فيها. المطلب الثالث نعم يقول في another sample
subjected to undrained triaxial test with lateral pressure 275 by the total axial pressure at which the failure. يقول لك هذا النموذج نفس النموذج جبناه سوينا له فحص undrained وصلتنا عندنا lateral pressure اللي هي cell pressure اللي هي sigma 3 استعملنا سيجما 3 هنا 275 يريد ايش قد سيجما 1 نفس الشيء هسه راح نرجع على نفس المعادله الجنرال ايكويشن مالتنا هنا عندنا استعملناها في المطلب الثاني راح نستعملها بالمطلب الثالث نجي نعوض هنا عندك فحص اليويو ما عندي شيء صفر سيجما 3 هو معطيني اياها وسيجما عندك السي معلوم والفاي معلوم متى نطلعها منها نجي نعوض وتطلع عندي سيجما مفهوم؟ نعم دكتور مفهوم بقية مفهوم بابا إذا أكو شيء لو واضح لو مفهوم دكتور واضح إن شاء الله زين هنا عندي سؤال هسه يعني نعم دكتور هاي الاسئله كلها هيك يعني لو بها اعقد ما ادري يعني صراحه نحل ونشوف فيها المعقد ليش هذا يعني زين هسه يعني تعتبرها لو يعني نوعا ما والله اشوفها يعني زين ما ادري ان شاء الله يلا يا الله زين هنا فحص اليويو احنا قلنا ميزات الفحص اليويو انه الفاي يساوينا صفر لا ليش ما تصفر الفاي حسين حسين مصطفى حسين موجود حسين مصطفى من يجاوبني على هذا السؤال؟ دكتور انت سألت عن الفاي؟ ايه احنا فحص يويو تيست نعم دائما قلنا انه الفاي نعتبرها صفر في فحص لانه عندك قافل الفالف انت هنا بس هنا فاي ما صفرت دكتور احنا منه ما استعملنا فاي صفر احنا هنا مو ذكرها كومبايند ان كومبايند ايه مطيقه سوى المفروض اني لسه لو هاي فحص اليويو عندي الفاي يساوي لنا صفر واشتغل عليها لا ليش الفاي ما صفرناها دكتور يعني يمكن التربه مو بولي ساتشوريتد بالضبط مهدي اي دكتور مهدي نعم هاي نقطة مهمة دير بالكم عليها بالسؤال مدى ما نعلمك ليه احنا قلنا صح الفاي باليويو تيست الفاي صفر نعتبرها بس ايش وقت لما يكون التربة عندي فولي ساتشوريتد يعني هنا لو قايل لك التربة فولي ساتشوريتد رأسا صفر الفاي تعتبرها صفر فدير بالك من عندك فحص undrained صفر الفاي لما فقط هاي تحط جواها خط لما عندك فحص undrained التربة فولي ساتشوريتد الفاي صفر هنا مدى يقول لك انه الفحص مالتي هو فولي ساتشوريتد التورمون فنستعمل عندك تطبق الجنرال ايكويشن وهي راح امر عليها في عده اسئله مع العلم انه التربه عندي اذا عرضها الاندريس الفاي مدى صفر لانه هو اساسا التربه عندي بارشيال ساتشوريتد من التربه ما مشبعه تعوض الفاي قيمه الفاي مثل ما هي سجلتوها هذه واضحه يمكم يلا نطفر على السؤال الثالث السؤال الثالث هنا يقول نتائج فحص الان درين ترايكسيال تيست هنا ده يقول لك انا بروتر بريشر ما دام عندك فحص ان درين لازم يكون عندك بروتر بريشر
هو انا مطيك اياها، مطيك عندك اللاترال بريشر، واللاترال بريشر شنو قلنا يشترمز سيجمتري هي سيجمتري، والتوتال فيرتيكال ستريس هنا مطيك اياها قيمها. هاي فحص نسوي، عندك فحص الاول والفحص الثاني. وانتبه هنا من يقول لك توتال فيرتيكال ستريس، هذه مو ديفيتر ستريس. احنا قلنا بالترايكسيال تعطيني سيجما 3، ومن استخرج السيجما 1 نجمع اللاترال سيجما 3 ويا الديفيتر ستريس هنا حتى استخرج سيجما 1، صح لو لا؟ لو اعيد هذه بالترايكسيال تيست يعطينا دائما سيجما 3 ويعطيني الديفيتر ستريس حتى استخرج سيجما 1. سيجما 1 اجمع السيجما 3 دائما زائدا الديفيتر ستريس. هنا انا دا يقول لك هو مطيك لاترال بريشر ومطيك توتال فيرتيكال بريشر. من يقول لك توتال فيرتيكال بريشر يعني هي سيجما 1، يعني جامع سيجما 3 زائد الديفيتر ستريس يعطينا هذه سيجما 1 وهذه سيجما 3. مفهومه هذه؟ ترى التعابير كلش تنتبه عليها دقيقه، بالسؤال ترى غلطك. فهنا مطيك سيجما 1 ومطيك سيجما 3 العفو، ومطينا سيجما 1 ومطينا الباور ووتر بريشر في كل تجربه. هنا اريد المطلب مالته يقول اريد الكوهيشن واريد الانجل اوف شير دلاله التوتال ستريس ودلاله الافكتيف ستريس. التوتال ستريس هو معطينا اياه احنا اي ابلايد لود بالترايكسيال تيست، هذه كلها الاحمال المسلطه هي نعتبر يعني سيجما 3 وسيجما 1 هي كلها هذه توتال ستريس. الافكتيف ستريس شو وقت من استخرجه؟ لما اطرح توتال ماينس الفور ووتر بريشر. فانا اريد من عندك بدلاله التوتال وبدلاله الافكتيف ستريس اريد السي والفاي. احنا قلنا السي والفاي دلاله التوتال، والسي والفاي دلاله الافكتيف اللي نرمز لها سي برايم وفاي برايم. تطبيق هذا السؤال راح يكون عندنا ايضا راح يكون عندك معادلتين ومجهولين. يعني ما دام عندك مطيك هو قيم مال فحصين، فاطبق عندي جنرال اكويشن مالتي مرتين. هذه المعادله عندي قيم لسيجما 1 مطيني للتست الاول والتست الثاني، وايضا سيجما 3 مطيني للتست الاول والتست الثاني. عندي مجهولين فاي وسي، فراح استخرج عندي معادلتين ومجهولين. هاي بالنسبه للتوتال ستريس طلعنا الفاي وطلعنا السي. هنا طبعا هذه عندك السيجما 3 للتيست الاول والتيست الثاني، وسيجما 1 الفور ووتر بريشر ايضا معطينها للتيست الاول والتيست الثاني. سيجما 3 برايم نرى ما دام عندك باور ووتر بريشر عندك بالماينس، فراح اشرح يصير عندك سيجما 3 برايم راح يصير عندك ناقص 30، وبالتالي راح يصير عندي 100. واضحه من جت ال 100 توتال ماينس الباور ووتر بريشر يساوي لنا الافكتيف. بما انه الباور ووتر بريشر اساسا هو ماينس، فراح يكون عندي ناقص ناقص 30، وبالتالي راح يكون عندي 70 زائد 30 يساوي لنا 100 سيجما 3 برايم للتيست الاول. التيست الثاني راح يكون عندي 350 ناقص 95، هاي عادي. نفس الشيء بالنسبه لل 304 ناقص 30 راح يكون عندي هذه 334 و 800. بس احنا نريد استخرج الستريس والافكتيف ستريس العفو السي والفاي بالنسبه للتوتال ستريس. عوضنا هنا، انتبه على التعويض مالتك.
سيجما 3 والسيجما 1 دلالة التوتال، فراح نستخرج عند الفاي والسي دلالة هاي شنو؟ دلالة التوتال ستريس. ودائما عندنا من فحص أنا دريند نكتب هاي اليو، رمز اليو نكتبه لما عندي فحص أنا دريند، فنرمز في الفايس سي ساب يو هاي لما عندي فحص أنا دريند، والسي ساب يو هذه لي السي لما عندي فحص أنا دريند. هسه نجي مرتلق نفس المعادلة نطبقها معادلتين ومجهولين يعني راح يكون عندي، بس هسه ننتبه على التعويض مالتي حتى لا تخربط. راح نعوض هاي هسه سيجما 1 برايم وسيجما 3 برايم معادلتين ايضا ومجهولين نحلهم اثنينهم، راح ينتج عندي باي برايم 30 والسي برايم طلعت عندي قيمهم اثنين. واضحه؟ نعم دكتور. واضح. السؤال الرابع فيه فكرة حلوة، هو أيضا موقعي، يعني شلون نتعامل موقع عندنا ندمج بين فحص المختبر والنماذج اللي ناخذها موقعيا. يقول لك عندي امباكمنت تعلية ترابية، سدة ترابية تكون من طين. الأسئلة قدامكم لو لازم نطلعها؟ موجودة يمنا قدامكم يعني؟ يعني ما يحتاج أطلعها بس أقراها. هذا يقول عندي تعلية ترابية والتربة طينية، جينا هنا عندي سويت على التربة عندك سويت فحص السيو consolidated unitrained، ثبت هنا يما شنو نوعية الفحص وشنو نوعية التربة. هذا يقول لك with power pressure measurement، يعني فحص سوينا فحص السيو وعندي فور ووتر بريشر ذا قيسه والكوهيشن اند انجل اوف انترنال فريكشن، نعطينا هنا قيمهم للسي والفاي، هذه قيمه السي 25 كيلو نيوتن بير متر سكوير والفاي هي 26 ان تيرمز اوف افكتيف ستريس، يعني هذه السي برايم والفاي برايم، نعطيك السي برايم والفاي برايم، نعطينا هنا بعدين نقول the average bulk density of fill، نعطينا قيمة الكثافة مال التربة، هذه التربة اللي هي احنا مال الامباكمنت، احنا هاي نموذج اخذناه وسوينا منه فحص، يعني من هذا الامباكمنت اخذنا نموذج الى المختبر وسوينا فحص سي وعليه استخرجنا السي برايم والفاي برايم. نادى يقول لك estimate the shear strength parameters of the material on a horizontal plane، يريد على مستوى أفقي على نقطة عمقها 20 متر أسفل سطح الإمباكمنت. If the piezometer head at this point is 18 متر تقريبا 18.35، بس أنا منطيني السي برايم والفاي برايم ويقول لك انا اريد شير سترينث على عمق نطنا هنا قد على عمق 20 متر ومطين البيزوميتر بيزوميتر هيد، شو استفاد البيزوميتر هيد هنا؟ طلع قيمه اليو قيمه الفروتر بريشر، لا تنسوها راح يصير هذا دمج هسه مساله الفلو وبين مساله الشير، يعني مو تفصل واحد عن الآخر. نعدنا من قال لك أريده على سطح أفقي، انتبهت على العبارة، هو ده يقول لك اريده على سطح افقي، احنا شنو اللي عندنا قلنا باي فحص هو اللي
مثل لي القصب سطح افقي فقط، هذا اللي احنا قلنا نجبر النموذج انه ينقص افقيا. هذا بيا جهاز فحص السيو دكتور، فحص السيو استخرج منه السيو الفاي، بعدين يقول لك انا جيت سلطت على نموذج افقي، فاقدر استعمل كانه انا اذا اخمن انه فحص الدايركت شير، كانه هذه استعمل هسه اقدر استعمل هذه الجنرال شير اكويشن مالتي انه سي برايم زائد سيجما ان تانجنت فاي. اذا بدا يقول لي ان هسه هذا فحص السي يو تخرجها مختبريا، انا اخذت نموذج بعدين يقول لك انا جيت على اسفل التربه على عمق 20 متر ومطيك الكثافه طلعنا السيجما في، هذه النورمال ستريس صح؟ الفور ووتر بريشر من نستخرجها؟ من البيزوميتر. انا عندي البيزوميترك هيد هو 18.35 ضربناها في 10 حصلت الفور ووتر بريشر. هسه اجي اطبق عندي نورمال ستريس موجود عندك. النورمال ستريس هذا بدلاله التوتال. وهذه دير بالك عليها، ما دام مطيك عندك السي برايم والفاي برايم فلازم اني التوتال ستريس احولها الى افكتيف ستريس. افكتيف ستريس اني طلعت التوتال، الفور ووتر بريشر طلعتها، اطرح اطلع الفيرتيكال ستريس بدلاله يعني الستريس بدلاله الافكتيف. طلعت السيجما في برايم اعوضه هنا بهذه المعادله، معادله الشير سي برايم هنا اعوضها، السيجما ام برايم انا استخرجتها نورمال ستريس، والفاي برايم ايضا هو مطيني فاي، نعوضها نطلع الشير فرانك مال التوبة. واضح هذا السؤال لو اعيده؟ دكتور بس الجهاز اللي قلت عليه مو اللي اخذنا باخر فحص يمكن وراء اخر فحص نسيت اسمه يا جهاز، انت قلت الجهاز اللي نستخرج منه الشير، الشير يصير بافقي هوريزونتال دايركت شير. نرجع على مفهوم السؤال شويه حتى نرجع. مرت له خناد يقول لك عندي سده ترابيه، جيت انا اخذت نموذج من هالتراب هذا وديته للتربه عندك، سويت فحص السيو وقلنا فحص السيو انا استخرج منه فحص السيو شنو استخرج منه؟ دلاله التوتال ولا دلاله الافكتيف؟ فحص السيو دلاله الافكتيف دكتور؟ لا هو منطن الافكتيف اطلع بدلاله التوتال. لا قصدي هو فحص السيو انا اقدر اطلع السي والفاي بس بدلاله الافكتيف لو اطلعهم اثنينهم دلاله التوتال ودلاله الافكتيف. دكتور اثنيناتهم دكتور اثنيناتهم فحص السيو بالضبط. احنا فحص السيو قلنا هو مزج حاله وسطيه بين فحص السي دي، فحص السي دي هو فقط اطلع لين ما دام عندي ما عندي فور ووتر بريشر، فنفس التوتال هو الافكتيف. فحص اليويو هذاك فحص سريع، ففحص السيو عندنا استخرج منه دلاله التوتال وبدلاله الافكتيف، ايضا فحص اليويو ايضا يطلع عندي دلاله التوتال وبدلاله الافكتيف. ففحص السيو هسه يقول لك انا سويت نموذج طلع عندي سي برايم والفاي برايم، بعدين رحت هسه على منطقه التربه الموقع مالتي على عمق 20 متر اريد احسب الشير سترينج، وهنا انتبه ده يقول لك estimate the shear strength of the material on a horizontal plane، يعني انا اريد الشير في جزء افقي، هو ده يقول لك horizontal plane. والhorizontal plane احنا نحققها في فحص الدايركت شير، احنا قلنا
عيوب الدارك شير شنو احد عيوب الرئيسيه انه القص ماتي يصير افقي انا دا جبرا انه دا يصير افقي لانه ماكو غير مجال للحركه فانا دا اقول لك ما دام عندك انه دا يريد هو محدد لك انه القص ماتي دا يصير على هورزنتال بلين فاستعمل المعادله مال شير سترينك مال دارك شير نروح هسه هو مطيني السي برايم والفاي برايم اطلع الفيرتيكال ستريس يعني على العمق وما دام اني دلات الافكتيف لازم احول عندي التوتال احولها الى افكتيف ستريس من اجيب الفوروتر بريشر هو مطيني قراءه للفيزيوميتر ايضا احولها استخرج منها الفوروتر بريشر عندي النورمال ستريس وعندي السي برايم وعندي الفاي برايم استخرج الشير سترينث على السطح الافقي السؤال الخامس يعني شويه بعده مواضيع وبي نقاط مهمه اللي احنا حكينا عليها نادى يقول لك سؤال خامس consolidated drain triaxial test was conducted on a normally consolidated clay فنثبت عندنا الفحص شنو هو فحص سي دي وفحص السي دي قلنا شنو ميزه الفحص السي دي سي برايم سانسور الافكتيف سي برايم هو نفس الفاي بالعكس السي برايم هو نفس السي والفاي برايم هو نفس الفاي ما عندي توتال وعندي افكتيف بالضبط لانهم نفس متساويات يعني متساويات هذا اول فحص اعطيني بعدين نورمالي كونسوليديت شنو الميزه اللي اقدر اعرفها زينب عبد الكريم موجوده زينب عبد الكريم موجوده احمد رعد من اعطيني نورمالي كونسوليديتد كلي قلنا وفحص الترايكسيال قلنا شنو الميزه هذه راسا اقدر فتشي اعرفه يعني سي يساوي صفر سي يساوي صفر من يقول لي normally consolidated clay وبعد شنو اللي صفر عندي سي عدد normally consolidated clay قلنا دلتا في يساوي صفر شنو دلتا في يساوي صفر لا لا مو دلتا في اكو عندي نوعين لا يو يو يساوي صفر على كيفكم لا تاخذوني هسه دكتور الدلتا في اعطونا مجال شويه بس اعطونا مجال هسه النورمال كونسوليديت ديكلاريشن قلت السي صفر شنو بعد السي صفر عندي قلنا اكو نوعين ترى تتشابه بالفحص الشير شنو بعد السي دي يساوي لنا صفر دي اللوس ساند والنورمال كونسوليديت ديكلي هذول الاثنين يتشابهون سجلوا ايامكم دير بالكم هاي اليوم كلها راح اسوي مراجعات لوس ساند والنورمال كونسوليديتد كلي راسا نقول السي 7 صفر لو قايل لك تربو اوفر كونسوليديتد كلي اذا بها سي مو صح؟ صح ولا لا؟ دكتور لو قايل شنو؟ اوفر كونسوليديتد كلي التربه بها سي ومو شنو بعد التربه اللي تشبه الاوفر عندنا حوراء حوراء ياسين نعم دكتور
شنو التربة اللي تشبه الأوفر كونسوليتد للتصرف مالتها؟ يا ساند لوز لو دنس؟ الدنس دنس دكتور. فأنه يعني تحوظوها اللوس هي نفسها نورمال وسيب بحال حالة تساوي صفر. بالضبط. فالنورمالي كونسوليتد كلي واللوز هذول الاثنين مشابهون ما بيها صفر إذا قال لك فحص سوينا لهم فحص شير. والأوفر كونسوليتد والدنس ساند فيها سي هذول اثنينهم لما يكون عندك فحص كثير. نرجع على سؤال مالتنا بهواية يعني مطالب وكل مطلوب يراد له شوية تركيز. بس يقول لك عندك نورمال الأول شيء عندك يقول لك ريزلتس أسوأ عندك مطيك سيجما 3 مطينا ياها سيجما 3 ومطيني الديفياتر اسلس. فالسيجما 1 هنا شلون نستخرجها؟ سيجما 3 سؤال سيجما ديفياتر بالضبط. مطينا هنا ديفياتر اسلس ومطينا السيجما 3. سيجما 1 استخرجها لما اجمع هذول الاثنين. هاي حتى المصطلح اللي مال السؤال اللي قبله من قال لك توتال فيرتيكال من الهاي ما جمعناها لان هو دا يقول لك التوتال. هنا دا مطيك الديفياتر اسلس ومطيك السيجما 3. هسا المطلب الاول يقول لك اريد اشير السترين باراميترز اللي هي السي والفاي. السي صفر بس الفاي نستخرجه بالضبط. راح نطبق عندنا نروح على الجنرال اكويشن مالتي اطبق هذه المعادله. هنا بما انه السي صفر طار الترم الثاني عندي سيجما 3 وعندك سيجما 1 استخرجناها من جمعنا سيجما 3 زائد الديفياتر ستريس هذه نعوض نستخرج الفاي برايم. مرات يجي يقول هسه نفس الشيء. لا مرات بالاسئله يعطيك حتى يعني مرات يخربطك يقول لك سويت فحص سي دي اريد الشير سترينث باراميترز بدلاله التوتال ودلاله الافكتيف. هي نفسها دكتور تكتبوا له نفس الشيء بس تعلل له بما انه الفحص تكتب له بما انه الفحص هو سي دي فالتوتال هو نفسه افكتيف. يعني مو تتخربط مو نشوف احنا هوايه مرات هاي من نعطيكم شغلات الاخطاء اللي يصير يا الطلاب. نال المطلب الثاني يريد الاورينتيشن اوف فيلير بلين. شنو الاورينتيشن اوف فيلير بلين؟ ايش يعني بيها؟ محمود رشيد محمود إبراهيم إبراهيم عبد الحسين الاورينتيشن من يجاوبني الاورينتيشن اوف فيلير بلين شنو يعني لي دكتور؟ يعني الفاي زاوية حصول الفشل اللي هي شنو يا زاوية 45 زائد 3 على 2 زائد فاي على 2 اي مو ثيتا. هي الاورينتيشن بلين هي زاوية ثيتا. دير بالكم الاورينتيشن بلين هي ثيتا. منو كان يحكي وياي؟ زهرة عبد الهادي. زهرة عبد الهادي. هسه فرقنا زهرة بين الفاي وبين الثيتا. اي نعم دكتور. الفشل يكون عندي بزاوية ثيتا. دائما عندي الفشل يكون بزاوية من يريد الاورينتيشن او فيلير بلين هاي يعني يريد الميل مال الفشل يعني زاوية الفشل اللي هي ثيتا. عندي فاي لو لا استخرجنا فاي من المطلب السابق. هنا فرع بي. فاي معلومة راح نطبق عندي نستخرج ثيتا. المطلب الثالث تريد الافكتيف نورمال اند شير ستريس اون ذا فيلير بلين. قلنا هذه الميل مال فيلير بلين اللي هي ثيتا. من يريد الستريسز على هالميل هذا فهي سيجما ثيتا وتاو ثيتا.
هذه التعابير تحفظوها. من يقول لك اريد الفيلير بلين الميل مالته فهي فيلير، من يريد الاسترسس على هالميل هذا اون ذا فيلير بلين فيريد عندك سيجما فيتا، اريد منك تاو فيتا. هذه مجرد راح نطبقها، سيجما 1 وسيجما 3 معلومه والثيتا معلومه نستخرجها منها. دير بالكم هاي ثيتا مو فاي، كوساين 2 ثيتا، ثيتا استخرجناها نعوضها نستخرج منها سيجما ثيتا وتاو ثيتا. مفهومه سايد؟ دير بالكم ترى هاي التعابير دا احكيها اليوم تزلوها يمكم وتركزون عليها حتى لا تغلطون بمسائل الشير. أسألين المطلب الرابع. المطلب الرابع عندنا effective normal stress on the plane of maximum shear stress. maximum shear stress عندي يصير شو وقت؟ إلى الزاوية 45 دكتور. لما الفاي يساوي صفر. فتعوض هنا. 45 يعني الثيتا تثبت 45 فاستخرجنا عندنا قيمة سيجما ثيتا راح تكون عندك على استخرجنا هذه القيمة مجرد تعويض بس. المهم عندي الماكسيمم شير ستريس يكون عندي على زاوية 45 وهذه ترى يعني إذا ترجعون شوية هسه على الالمنتس مال موضوع المقاومة اللي أخذتوها مور دارت مور هذه كلها تلقوها. الفرع الأخير نحكينا عليه بموضوع الشير. يقول لك هسه تثبت لي انه الفشل، احنا قلنا الفشل ما يصير عندك من ماكسيمم شير ستريس. الفشل ده يصير بنقطة قبل الماكسيمم. الماكسيمم ده يصير هو على أعلى نقطة في الدائرة. بينما عندي انه الفشل ده يصير عندي لما يمس عندك الفيلير انفلوب يمس الدائره يمس هاي الدائره في نقطه هي قبل الماكسيمم شير ستريس. لا ده يقول لك هنا انه اثبت لي رياضيا انه الفشل ده يصير عندك في نقطه قبل هذه النقطه. Prove that the failure will not occur on the plane of maximum shear stress. عندك تاو ماكسيمم هو هذا واللي يمثل لي نصف القطر سيجما 1 ماينس سيجما 3 على 2. عندك 20 عندك هنا الشير سترينث الافيلبل استخرجنا عنه هذا قيمته كانت هذه قيمه السيجما ثيتا عوضناها استخرجنا قيمه الشير سترينث. اذا نلاحظ قيمته رياضيا هو أكبر من هاي القيمة اللي حصلنا عليها. هذا نصف القطر التاو ماكسيموم. فعندك إنه الفيلير دي صار عندنا في نقطة قبل الفيلير بلين. ونقدر أيضا من الزوايا يعني شلون حكينا على دائرة مور مجرد تسوي تانجنت علاقة رياضية للزوايا راح أشوف إنه القيمة هي أعلى لموضوع الفيلة. السؤال السادس نادى يقول لي نموذج عندي مال الطين مش شابهين يعني نفس التربة أنا طلعت قبل يعني أحد عنده سؤال على السؤال الخامس لو نرجع له لو مفهوم بابا
واضح واضح ان شاء الله. السؤال السادس عندنا يقول عندي نموذجين للتربة متشابهين نفس الطين were pre-consolidated in triaxial equipment under cell pressure. يعني سوينا لهم أول شيء ضغطناهم إلى 600 كيلو نيوتن بير متر سكوير. جينا بعدين حطناهم فحص سي دي تريكسيال تيست على هالنموذجين. The following are the results of the test. أول شيء سوينا لهم عندي بريكونس يعني أول شيء ضغطناهم في سيل بريشر 600 بالتريكسيال تيست. بعدين جينا هسه جينا دارد أسوي لهم أني فحص سي دي حطيتهم ستيج 1 خففنا الى ان وصلنا الى 100 وبعدين صلاط الديفيتر اساس. هذا النموذج الاول. النموذج الثاني ايضا نفس الشيء يعني اثنينهم هو ضغطناهم عندهم الى 600 وبعدين عندي سيجما 3 وعندي سيجما ديفيتر. يريد الشير سترينث باراميترز لهذا النموذج. دكتور مو معادلتين اسوي واطلعها؟ اي فكرت هسه بس هنا سؤالي هسه عندنا هذا التربه وفحص سي دي راح يطلع من عنده هو يطلع عندي سي بي لو سي صفر هنا. دكتور هي المفروض صفر بس يعني لا اول دخل شويه بس عليك شويه وسؤال صعب بس يعني حتى لا تكون الفكره. بس هنا عندي نموذج مال طين والفحص هو فحص سي دي هو صراحه ما يقول لك هو نورمالي كونسوليديتد طين وجيس فحص السيل. بس هسه نوع الطين اقدر اعرفه نورمالي كونسوليديتد لو اوفر كونسوليديتد لو لا. يعني اقدر اعرفه لان ضغطت دكتور؟ دكتور أحد يقدر يجاوبني؟ دكتور هو أوفر. ليش؟ لأن مو عندنا هو يعني قال نموذجين من التربة أو تيست هي سمبل فتكون أوفر فالسي ما تساوي صفر. لا هي وذا نموذجين يعني بس هي نفس التربة حوفو تشاسا نموذج واحد راح أخذ من التربة. لا شوية عند مستعمل تعبير مال موضوع السابق الموضوع الكونسوليديشن عندر سوبراج. نادى يقول لك اذا تنتبه على كلمه يقول لك انا سويت لها بري كونسوليديشن يعني ضاغط ب 600 وبعدين بدا يخفف من الضغط. احنا هذه بالموضوع الكونسوليديشن قلنا من اضغط اضغط وبعدين ابدي هاي سوى لودينج وصل لل 600 وبعدين سوى انلودينج خفف الى ان وصل الى المية ومن المية بدأ هسه يسوي شير. هذا من نسوي انلودينج التربة شي صار عندي اوفر كونسوليديتد. بحثوا على النقطة لو لا بابا؟ اي نعم دكتور. هنا بالسؤال اذا نرجع على موضوع السؤال يقول لك اني نعم نموذج التربة عوفك من اثنين ده يقول لك أنا أول شيء ضغطته إلى 600 سويت له سيل بريشر بالمي ها سيجما 3 من كل الأطراف 600 بعدين هاي 600 بديت أخفف. النموذج الأول خففت إلى أن وصلت هسه شنو سويت أنلودينج من 600 إلى أن وصلت للمية سيل بريشر وصلت إلى المية بديت هسه سلطت ديفيتر ستريس إلى أن فشل النموذج. والنموذج الثاني ايضا سويت انلودينج من 600 الى 50. هذه بس تعطيك فد انديكيشن حتى تعرف انه التربه هي اوفر مو نورمالي كونسوليديتد وتجي راسا الصفر السي. واضحه؟ هسه نجي عاد نشتغل مثل ما قال امير عندي معادلتين ومجهولين. دكتور بس سؤال يعني نفرض انه هو الاول 600 بعدين ما صار 150 100 وبعدين 50 نفرض صار اكثر من 600 يعني ايش راح يكون؟ صوتها مقطع شويه زهره. دكتور تسمعني؟
اي هسه داسمه دكتور. انا اول شيء منطين السيجما 3 بالسؤال منطين اياها 600 من جهه اطلع بالستيج 1 ستيج 2 منطين اياها 100 وبعدين 50. نفرض انه منطين اياها مو 150 يعني اكبر من 600 يصير نورمالي؟ نورمالي يعني انا مستمر لودينج من لوش ما صار عندي لودينج وان لودينج. انا التربه وين تتحدد عندي اوفر كونسوليديتد؟ منطق لما اسوي ان لودينج صح؟ صار عندي الأوفر كونسوليديتد ريشيو تذكرين صار عندي أكبر من الواحد. إذا نقسم مو هسا هاي التراب صار عندي الأو سي آر مالته أكبر من واحد. بس لما لو أسلط هسا 600 وبعدين جيت أنا بتيست الأول سويت 700 واللقى 800 فهذه تربة نورمالي كونسوليديتد. سؤال حلو شوية هاي الحوارات شوية واحد يشغل مخه بيها حتى استوعبنا. حتى جدنا يعني هو هذا الحكي سمعتنا هو بس مجرد هذا نحل السؤال. مجرد هسه عندي معادلتين ومجهولين طبقنا بها سيجما 1 والسيجما 3 نستخرج منها قيم السي وقيم الفاي. هذا التست الاول والتست الثاني. طبعا هذا ليجمع الديفيتر ستريس في سيجما 1 النموذج الأول والنموذج الثاني حتى يعوض هنا يطلع عندي C prime و Phi prime يطلع عندي بثلاثة التوتال. هسا عندي C و Phi لو لا دكتور هي مش شابه ليش CD فحص CD فحص CD بالضبط. هاي حتى صار عندك دائما طلعتكم بعض زلاطة C prime و Phi prime دكتور نفس بلا زحمة نفس سؤال الزهراء يعني أنا أقدر أميزها إذا ما قل لي نورمال أميزها من القيم إذا قلت أو زادت يعني أعرفها مو نادي أقول لك ما دائما أقول لك أنا سويت وبعدين قللت هو من استعمل قل لك pre-consolidated يعني أنا ضاغطها مسبقا إلى 600 حاليا هسه القيمة اللي هو فحص بيها أقل من pre-consolidation pressure لو لا هو واصل مقللها للمية فإذا أنا التربة ما تهي أوفر واضح ان شاء الله دكتور. السؤال السابع سؤال يعني فكرته بسيطه بس يعني شوي بس يراد انتباه. نادى يقول عندي التست ان انكونفايند كومبريشن تيست وهاي دربال هاي هسه بدي يعني نركز شوي مصطلحات. هسه الفحص شنو عندي انكونفايند صح والتربة ماتي شنو كلي وشنو ساتشوريتد. هسه قبل شوية من سألني وجاوبني مهدي قلنا من عندي تربة ساتشوريتد كلي وعندي فحص شير أنا شنو عندي اللي صفر تيتا تساوي صفر الفاي هم رجعت عفيتة مو لي صفر الثيتا فاي تساوي لنا صفر. دير بالكم ثيتا ما صفر هي 45 زائد فاي على 2 اقل قيمه هي 45 واضح. فلما التربة عندي طينيه ومشبعه ودا اسوي لها فحص ان دريند فراسا عندي الفاي تساوي لنا صفر واضح. دكتور هنا الشير مو يصير ماكسيمم هسه راح نجي شوية هسه هاي النقطة واضحة؟ نعم دكتور البقية واضح دكتور واضح. زين فحص الانكونفايند ليش ده اعتبراني فحص ان دريند نجاوب دكتور؟ لا مهدي لا جاب كافي مشتبه عايشة. نعم دكتور فحص الانكونفايند ليش دا اعتبره ان دريند
لأن أصل الضغط من يعني من جميع الجهات على النموذج، وسيجما 3 تساوي إنهم صفر. شلون سيجما 3 صفر وضغط من جميع الجهات؟ لا يعني بس سيجما 3 صفر صح؟ صفر أي. زين ليش نعتبر أني فحص يوك يعني فحص أندريند؟ له علاقة بالسرعة؟ إيه لأن يكون سريع، يعني هو ضغط يكون يعني التيست يكون سريع. صح فلان كونفايند يكون سريع لو بطيء. سريع. سريع. فإذا عندي فحص الآن كونفايند أنا أعتبره هو في حالة خاصة من فحص الآن اليو يو تيست، لأنه أنا إذا صبت عندي ريت سريع سرعة على نموذج تربة طينية، وبما أنه هسه يقول لك أنه الطين مشبع، فإذا أول شيء عندي فحص unconfined وتربة مشبعة فالفاي تساوي لنا صفر رأسا. شو راح يكون الشكل مالته؟ راح يكون بهالشكل. هذا عندك، عندك بما أنه هذا راح يكون عندي فيلير ماتي، الفيلير انفلوب ماتي بخط مستقيم، هذه تحدث عندي فقط، يكون عندي خط مستقيم تحدث عندي لما يكون عندي فحص اندريند وتربه مشبعه طينيه. بما انه عندنا فحص الانكونفايند فاذا سيجما 3 يساوي لنا صفر، وراح يكون عندي الدائره والمماس مالتها راح يكون هو الفيلير انفلوب، القطع مالته والواي اكسس راح يمثل لي شنو هنا قيمته، مثل ما نشوف هو قيمه نصف القطر، قيمه السي نصف القطر هو السي، والسيجما 1 مثل لي قطر ومثل لي هو قيمه كيوب ضعف قيمه السي. هذا راح يحصل ان كومبايند. هسه المطلوب مالته احنا من البدايه حددنا شيء هو شي يريد هسه، يقول لك انا فحص سويت the undrained shear strength is found to be 76. ال undrained shear strength تعني لي سيو سي يعني سيو لو شو يو لا سيو الشير لو شنو ايش قال هو ده يقول undrained نعطيك هسه فحص الان كونفايند نعطينا انا دراين شير يعني سي انا دراين شير سي هي الان دراين شير سترينج. لو قايل لك لو معطيك ان كونفايند كومبرسيف سترينج يعني بده يعطينا الكيو يو فنقسمها على 2 ونستخرج منها قيمه السي، فهنا معطينا حصلنا قيمه السي من فحص الان كونفايند. زين يقول لك هسه نفس النموذج، هذا سؤال كلش حلو بس يعني بس مجرد تفتهم شنو ينحل بخطوتين ثلاثة مو أكثر. يقول لك هسه نفس النموذج وديته أني لفحص أندرين ترايكسيال كومبريشن تيست، مطينا السيجما 3 172، إيش قد قيمة السيجما 1؟ بس هنا عندنا السيو شو تمثل لي قلنا احنا هي نصف القطر، الكيو يو تمثل لي سيجما 1 دكتور بس نعم دكتور بس على مود الحضور تقدر تسجلني لان مطفي الكهرباء واليو بي اس مال النت راح يطفى فخاف ما لحق على الحضور او في شيء. يلا مو اشكال يلا روح يا حسين. شكرا لك دكتور. هلا. بس هنا عندك كيو يو هي تمثل لي القطر وتمثل لي سيجما 1، ومجرد هسه عندك مطينا السيجما هو طانا سي سب يو واللي تمثل لي نصف القطر، هذه الكيو يو
اقول لك نفس النموذج اني جيت فحصت فحص اليويو تيست. هذا فحص اليويو تيست. احنا قلنا من عندي نموذج بالاندرينت مش ما صلت عليه ضغط، مجرد يروح عندي نحو اليمين تبقى نفس الدائره، يبقى نفس الديفيتر ستريس. يعني الفرق هسه هنا الديفيتر ستريس ايش قد قيمته هنا في فحص الانكونفايند؟ حاصل مجموعهم يعني الديفيتر ستريس شنو هو؟ سيجما 1 ماينس سيجما 3 ماينس ماينس الديفيتر ستريس. دير بالكم الديفيتر ستريس هنا شو مثل لي 152 ناقص صفر يعني سيجما 1 نفسه، هو سيجما 1 نفسه، فراح يبقى نفسه هو نفس القطر. بس بدي اقول لك اني نفس النموذج حصل وديته فحصته بيويو تيست صلاط السيجما 3 172 ايش قد قيمه السيجما 1؟ ما دام انت عندك نفس القطر هسه باقي عندك قيمه ال 172، مجرد اقول ال 172 زائد القطر مالتي اللي هو ايش قد القطر 150 152 حصلت قيمة السيجما 1 لهذا التست. دكتور؟ نعم دكتور العفو، ممكن أقدر أطلع لأن بس إجي سرايا بدي أدخل على الدكتور. منو؟ وجدان جاسم. وجدان ليش بي هسه يعني من العيادة أنت تحكيني أنا؟ إي نعم دكتور. هاي شنو والله يا بنت خير ايش بيك ماكو شيء؟ والله دكتور مراجعة عندي. يلا يعني السلام ان شاء الله روح. شكرا دكتور. يلا اي جيت هسه فكره السؤال واضحه؟ تسمعوني لو راح الصوت؟ نعم دكتور نسمع. واضح دكتور. مو ما ادري هو بناء على موجود الصوت. فإذا هذا بس مجرد يعني فكرته بسيطة بس أنه كنت تفهمه. بعض المرات ترى هي كلها بس مجرد تفهم شنو كل خاصية كل فحص يسأل عليك حل النموذج. سؤال الأخير اليوم حتى نطول. السؤال الثامن حتى نخلص تقريبا الأسئلة مال نهاية الشابتر. ماذا يقول لك سؤال sample of saturated sand was consolidated under all around the pressure of city. فهنا عندي نموذج saturated sand وسويت له كونسوليديشن معطيني الاول اراوند بريشر، والاول اراوند بريشر قلنا شنو هي؟ اما سيل بريشر او لاترال بريشر، هاي كلها كلمات للسيجما 3. معطيني السيجما 3 قيمتها 60. هسه قلنا جين نزلنا الرام الاكسيال ستريس واز ذن انكريست وذاوت بيرميتنج درينج. حتى نفهم هسه هذا التيست شنو هذا؟ احد يقدر يفسر بيها؟ يا فحص السد هذا عندي الان كونفاين دكتور. بس انتبه لي على السؤال. ودي اقول لك اول شيء النموذج اخذته الرمل ورمل مشبع سويت له كونسوليديشن بستيج 1، بستيج 2 قفلت الفالف. يقول لك أنا سلطت ديفيتر ستريس بدون ما أسمح للدرينج. هاي وين؟ بستيج. دكتور ما دام رمل يعني دايركت شير. هو متى يقول لك دايركت شير؟ دكتور هو الآن كونفاين ما يصير برمل. حيدر عيني بس انتبه لي. أول شيء يقول لك أنا أنت جيج أخذت الرمل سويت له كونسوليديشن. إحنا بدايركت شير ما عندي كونسوليديشن صح؟ اي صحيح جبته واني سويت له شير ونقص وخلص.
من يقول عنكم كونسوليديشن وان دريند وهاي الشغلات المهم، وانا اساسا بالدايركت شير ما اقدر احصل فحص ان دريند حتى لو ازيد السرعه. هذه حتى الميزات هاي البرنسبلز خليها ببالك. بس النموذج ده يقول لي انا اخذت نموذج رمل ومشبع وسويت له بستيج 1، احنا قلنا دائما عندي ستيج 1 وستيج 2 بالترايكسيال تيست. ستيج 1 سويت له كونسوليديشن وستيج 2 قفلت الفالف. هذا يا فحص فحص السيو سيو سيو فحص السيو. فاذا نحدد حتى يفهمك انه هذا فحص هو فحص السيو. فاذا ثبتنا انه عندي فحص سيو وعندي رمل مشبع، بعدين يقول لك the sample failed when the axial stress reached 50. فلما عندك الاكسيال اللي هي الديفيتر ستريس وصل 50 صار عندي فشل. قسنا البوروتر بريشر بالفيلير، نعطيك البوروتر بريشر قيمته 41.35 كيلو باسكال. هسه دا يريد عند المطاليب يريد يشيل السنك باراميترز دلاله التوتال ودلاله الافكتيف. يريد السي يو انجل اوف شير سنك، يريد الفاي. هنا مثلا يقول لك السي سب يو هذه مال توتال، ويريد الدريند انجل اوف سترينث، ويريد البور ووتر بريشر. نكمل هذا السؤال لو دختوا. هل نكمله حتى ان شاء الله باشر ننتقل على الاسئله مال نهايه الكابتر؟ زين دكتور بعد كوسل عن الشير اليوم راح نتوقف، هذا اخر سؤال اما نهايه الشابتر. اكو عندكم الاسئله المحلوله اللي نهايه الملزمه باكر ان شاء الله، هي قد ما تدور تبقى اكو اسئله، بس هاي الموجودات اللي اذا انحلت ولا تريد انت بعد تدورها على وايد تشكلنا بعد. انا معطيك السيجما 3 والديفيتر ستريس. سيجما 1 بنستخرجها دائما، نجمع السيجما 1 والديفيتر سيجما 3 والديفيتر ستريس استخرج سيجما 1. هسه دريد عندنا احنا بدنا بفحص السي يو، انا عندي تطلع عندي شير سترينث باراميترز دلاله التوتال ودلاله الافكتيف. فعندي هسه معطيني الفور ووتر بريشر، راح اطلع سيجما 3 برايم واطلع سيجما 1 برايم استخرجتهم. راح اروح على الجنرال اكويشن مالتي، هذه هي الجنرال اكويشن مالتنا. واذا تشوف هسه من عندك تستعمل سيجما 1 برايم تستعمل وياها شنو؟ فاي برايم. تستعمل وياها سي برايم. هذه لا تغلط لان دائما الطلاب عندنا هذه جيب لها توتال وهاي حط لها افكتيف. من عندك افكتيف ويا افكتيف سيجما برايم سيجما 3 برايم وياها 5 برايم وياها سي برايم. واضح؟ هسه هنا عندك جنرال اكويشن مالتي هذه، بما انه الرمل النموذج مالتي رمل فالسي راح تروح، يبقى عندي الترم الاول. الترم الاول المجهول الوحيد هو راح يطلع عندنا الفاي. نفس الشيء بثلاثه التوتال ايضا استخرجها واستخرج الفاي برايم والسي برايم. يعني اطبق للتوتال واطبق للافكتيف، استخرج الفاي دلاله التوتال والفاي دلاله الافكتيف. واضحه؟ بس المهم دير بالك قلت لك انت تستعمل توتال ويا توتال، وانت تستعمل افكتيف ويا الافكتيف، انتبه عليها كل زين. المطلب الثاني اللي اراده هسه شير سترينث باراميترز حصلنا،
المطلب الثاني شنو يريد؟ عشان الشطاف هذا آه بس حتى نفسها ودي يقول لك الدلالة التوتال الفاي برايم والدلالة التوتال والدلالة الافكتف هي نفس هذه اللي استحفظناها. ما دام عندي فحص سيو فهي الدلالة التوتال والدلالة الافكتف. المطلب الأخير هو السؤال هنا يريد الفور ووتر بريشر باراميترز اللي هو الأي. ليش بس الأي؟ البي صفر دكتور موجي. لان راح تنضرب في الصفر دكتور البي تكون واحد البي واحد لان بري ساتوريشن بتكون البي واحد بس هي سيجما 3 صفر اصلا هي سيجما 3 صفر في البي راح صفر البي واحد البي واحد وقت يكون عندي لما يكون عندي فحص اندريند صح نرجع مرة الأخ البي خاصة بستيج 1 إذا ترجعون هسه تراجعوها هاي حتى نقطة أساسية ويخل طلع المحاضرات لو حتى هاي بس شوية نفتهم مرة الأخ هذا اللي حكينا عليه شير سرين فارد عندنا هذا عندنا المعادلة العامة مال دلتا يو بي في دلتا سيجما 3 زائد اي في دلتا سيجما في الديفياتر ستريس ان هذا البي والدلتا هذه البي هذا اذا احنا هسه بدنا نحكي انه كعندي فور ووتر بريشر في كل الحالات يعني بستيج 1 وستيج 2 نجي هسه على فحص الفحص السي.